إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم التسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عشر كوحو قبل أمي كتابك العربية بين يديك الجزء اللبات حاشد أصدح بقول يلح يلح لن استيعاب وفهم لفهم وهذا الكي أنكسو شيكين أخري والله يتحامي يعني دادك ديغان ايا كتابك تدريب واحد ليريس كوباد ضع واحد اكتا علامة صواب او علامة خطأ علامة صح اما خلط كدك ثم صحح الخطأ وحي خلط اضوغ صح الصواب ده بيدنا وحي صح حقا كقر واحد تباعفت وحا بضطي اولا بان لابنطي فاتورة الماء بيلكي يقعان شيكتي لغا سوق قريبيها هذا شهر بشن تاسوا غلط وواحد فاتورة الكهرباء قان شاكتي يبيل كي لغو صوت العي إلكتريكي ليرك اثنين تستهلكو الأسرة وحي استعماشا ضيس كني أنك سوى شاكيني الكهرباء ليرك كثيرا فربضان باي استعمالا تاوال صحيا ثلاثة لا تعمل الأجهزة الكهربائية مشاقيسو قربك ليرك قولي كتلا طول الوقت وقتي انت بدن ما شقيان وقتي قدن ما شقيان تانا ولا قلدي waxaanu nili aruurta furta tabeedna uu iska shaqeeya waqti qodan arbaa ahad alawlad akhad alawlad aruurtu waxay qaadatay mukafaatan abaalmarin min al ummi hooyada abaalmarin ka qaateen taasina waa qaladkii abaalmarinta siinay aabe oo aha khamsa najaha waxa guuleystay usluub al ummi wal abi habkii ay ula dhaqmeen aabaha iyo hooyadu macal awlaad caruurta leerka ku ciyaaraysay way saxbay noqoto waa lagu guuleystay markay ilaahdan hadii leerka biilku inaga yaraado ilaalisan waxaanu isiinaynaa abaalmarin waa lagu guuleysto biilka hoos buu dhacay tadribtaani ratib isku hagaaji aljumala jumlooyinka ataaliyata soo socota kama warada fil xawaar say ugu soo aroortay wada sheekaysigii dhaxmaray aabaha iyo hooyadu waxa imanka qoran qaal abu abi wuxuu yiri لكل واحد مكافأة متكست أبا المرين بوليه إذا خفضت طيها وصل عضو الفاتورة قان شاكتا لغو سوق ورق لا يركو إيا العرطان لغو سوق العهد بيشة نبيراتو إثنين عطاء حسيي أراب أبوه لكل واحد متكست أبا مكافأة أبا المرين بوسيي ثلاثة تستهلك وحي استعماشا الأسرة قويسكني كثيرا انفربضا ومن الكهرباء لا يركا والعقب بضن بالغو صوت العابشي أربعة نجاح وحا قوليستي هذا الأسلوب هبكني مع الأولاد اللي رغم عرورتا وانا والمرين لسيئة وقوليستي خمسة لأن الأولاد عرورتو يتركون ويكتغان الأجهزة وحيكتغان قرب كان ليرك أو تعملوا شقينيسا كثير من فربضن لامبادي هو اسكشدن كاويو دو اسكشدن تي في جو اسكشدن راريو جو اسكشدن موفادي عمتادو اسكشدن وحيوردن أو غسالات دي اوشدن وأنا عدي بختين لير كوسعو طبعا نخلص بدون بلا صوت الله مركا سيدي اللي سجوها جاتين يا باتالا وعلونا يا تستهلكوا الأسرة مركا لا قبل أبيا تستهلكوا واحد استعماشها الأسرة تقول إسكر عن كسر شيء كني كثيرا من الكهرباء إن بدن أو لير كا محا مركا لجو حسيني يا توضن بيسا لأن الأولاد عرور تايت ركونا كتجا الأجهزة قرب كيل وش قيسين ليركا أو تعملوا الشقيرة كثيرا فربضن أو يعني ويس كفران ده بعدنا ما بختيان ده بعدنا لير بضن خسارة أيها كوس عضة ده بعدنا ما حاكو حاجة ككوبات ده كحسين إذا قال الله أبيه بعيري لكل واحد قف قستا مكافأة أبا المرين بوليه أو أبا الجد بانسين تونا إذا انخفضت الفاتورة كان شيكت لأنه قصوا طلعا هذه العقدة لو قصوا قرأ أي راتب إيش صوص عطا أي هذا بيدنا كل حقتا طب نروح لنا يا نجح وقولي هذا الأسلوب هب كان ضم به يا هنان كان أولاد قمي أبوها يهو يد مع الأولادي والهو قولي استيو
arurti waxa ilaaliyeen leerki say shaaysada u helaan la siinayo dabeedna waxa ku xigta oo dambaysa aadal abu aabihi baasiye likulli waahid mid kasto arurti kamida markii uu hoos u dhacay biilki mukaafaatana baalmarin saasa la isugu xigsiinaya tana waa mufradaat waa erayo tadriib waahid leeriska koobaad uqtub waxad qortaa al-kalimata al-munasibata kalimada beesha ku haboon fil faraaqi adigu meesha banaanka ku qor waahid ashay shayga alladii shayga nu nadifu bihi al-bayt waxaan guriga ku nadiifina maxaa la ila af carabiga waynu soo marnay miknasa ayahay wa tani ashay alladii nasma'u biha al-akhbar shayga aanu ka dhageysano wararka maxaa la ila al-midiyac ayuha raariyowga ah ee talaata ashay shayga alladii nasna'u biha asir al-faakiha shayga aynu ku samaysano khudradda aynu ku miirno maxaa la yidhaahdaa alkhalaad baan ku soo marnay waa galaaskan wax lagu shiido arbaca ashay ladii naqsilu biha almalaabis shaygan dharka ku mayrno maxaa la yidhaahdaa ghasaala khamsa ashay ladii nadbakhu bihi alacaam shaygan cuntada ku karino maxaa la yidhaahdaa waa alfurnu alkarabaaiyu alkarabaaiyu waa la yidhaahdaa yacni moofada ku shaqaysa elektriga ee lagu shaqeeyo leyrka cuntada lagu kariyo sita ashay ladii nushaahidu bihi alakhbaar shayga aan wararka ka daawano midna waan ka dhegaysana midna waan ka daawanaa ka aynu ka eegana waa maxay waa atilfaas waa kaasina waa tv-ga tadriibtan leeliska labaad haati ka soo qaad minanasi hadalkii hore kalimaatin ereya ka soo qaad oo bimacnaa maa yidhi waxa soo socda ay isku macnayihiin alxaasubu alaaliyu oo kale alxaasubu alaaliyu waa kombyuutarka zaada ayaa inoogu qorna zaada waxa aynu kusoo marnay irtafaca ayaa yani kor buu u kacay oo u batay ra'yun awa aragti maxaa la macnaa fikratun fikrad baa isku macno yihiin kullun maxaa la macno noqon karaa jamiic baa la macno noqon kara dhammaan jaa'iza waa abaalmarin maxay isku macno yihiin mukaafaa naqasa ayaa hoos buu dhacay maxaa la macno noqon karaa in khafada waatayna soo marnay markii dhoweyd aswaatun tanna waa codad iyo siyaabaha waxa loogu dhawaaqo muraajaca waa dib ugu noqosho hal tatadakar ma xasuusan tahay buu yidhi alfarqa bayna nutqi sawti waxay ku kala duwan yihiin marka codka lagu dhawaaqo almulawani codka midab kale ee fii qaa'imati alif liiska qaybta alifka ku taxan iyo bayna nutqihi marka lagu dhawaaqo codka fii qaa'imati ba ba'da liiska xagga ba'da way kala duwan yihiin imka tusaale ahaan waaxid ma arib baa halkaa ku qoran ma aarib waa marka aada muraad leedahay midna waa jaac midna waa mufrad suurun oo waxa weeye dayrka sawrun ayaa si walaanu soo marnay oo isaguna ka duwan oo macno ka duwan bixinaya ayaa naga soo marnay ciirun baa ka mid ah ciir iyo cayr ciirun waa safarka socotada ah cayruna waa dameerdabadeedka kalama oo u dhaawacay ah iyo kalama oo u hadlay ah ismak magaca iyo masmak waa ismaka magacaaga iyo masmak magaca midna hamsada waa la xadfayaa midna way muuqanaysaa ijlis fadhiiso iyo ajlisu waan fadhiisanayaa oo amar iyo mudaarec kala ah hamsada waa wasli xaggan tanna waa qadci marka waxyaabahaasoo kale saa loogu dhawaaqayo mulaaxadatu naxwiyatun waxa weeye tanina waa milicsi ama jaleeco xagga naxwada aynu eegayno oo waxoogaa ka soo qaadayno calaamaatu jari lism aan ka hadlaynaa calaamada hoostoga ee lagu garto marka magaca la hoos dhabayo alkasratu baa ka mid a maxay gashaa almufrad ismiga shay qura tilmaama waxaa ka mida mila madrasati madrasada almadrasati waa hal madrasadood oo keli ah jamcu taksiir jamca jajabay lada dullaabi jamcu daalibin lada dullaabi ardayda agtooda adullaabi markaa waa la hoosta waa jamcu taksiir jamcu maanata saalimna hoosta guu galaa min almudarisaati macalimadaha waa jamac waxaa ka mid a kasradaasa calaamadaha hoosta waa ka mid a alyaawiyaaduna waa ka mid halkay gashaa yaadu almusannaa ismiga labada ah min adaalibayn labadii arday yaabaa lagu hoos dabayaa jamcu lmudakaru saalim baa ka mid a meelaha iyaad oo hoostooga calaamadu noqoto cinda almuhandisiin waxa weeye injineerada agtooda marka almuhandisiin waa jamcu mudakaru saalim yaabuu ku hoos dhaban yahay alasmaaulkhamsatu baa ka mid a magacyada shanta ah yaabaa lagu hoos dhabaa tusaalihiisa waxa weeye cinda abiika aabbaha wax ag yaala sayaaratun baa agtaal marka
أبيك واحد القوس طبي يا ذا الفتحة فتحة يضرب نقطة أو كروة أي علامة وصول نقطة وما هيسوون ملكي كساوح الممنوع من الصرف اسم اللود ديدو إن التويني هوستو أي جران أي أي كسا من أحمد أبا كمدة أحمد أحمد هو مالا يصرف في مكة تبا كمدة ويسنوا على ما مقع من نم يلبو مقعوية لبض هو عالم من نوا مكان من نوا قف لبض هو مالا يصرف فتح هذا على مضوءه هل كيف هوستوغا فتح أو قريسة تدريب والله يرسك لي بع واحد دكتا الأسماء التالية مقعيدة صوص عوضة حقا هوستكو قرن في جمل جملوين قلي بحيث سبات جملوين كقطرية سا تكون أي نقون اسم مقعيدة صوص عوضة مجرورة قار هوستوبا كما في المثال ساتو صالان كقرن بلال مبالكا كقرن ومقع يعني صحابي ذهبت إلى بلال بانوتري جملة مقرقناي مقع هلكن كو يالا مركا وهوست مياه سليمان باق كميدا او مقع صحف باق كميدا جرائدك مسجد داري لبا مسجد معلمات دمر معلمين قادمون قار يمد أخوك ولالك نائمون قار فرده كوات جملة جلي لكن مركا جملة قدرتو ارياد نوالي نقضان قار مجرور سيما كانو سوشنغن إلى بلال فهم المسموع كنوحو إسنا ويا لا إلا فهموا حيل مقلي استمع دقيسو إلى الخبري هذا الكعجلة خذوا من يورك دقيسو ثم أجب كالجواب على الأسئلة التالية سؤالها صوص عضا باختصار السكوبا واحد أين اجتمعت هل كي كل من الشركة كوكب سدين منظمة الدولي أورك الدولة دها المسددة للنفط دوفية سليدة أبك أبك تلا إلى هذا ويا حقيقة كشرين اثنين كم دولار إمسى دولار أيو بلغ جاري سعر البرميل فوسطدا سعر كيد إمسو جاري عند 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 افتتاح الاجتماع مركو الشركي أبك فرمي أو أدى ولدها سريدة أوفية برميل كي أما فوسطدا إمسى نقطين ثلاثة أربعة عفوا ثلاثة كم دولار إمسى دولار مو بلغ جاري سعر البرميل سعر برميل الزيت في وسط الشدالك إمسو قاري سليد سحر كيدو الخفيف سليد فضط وسليد مركة أي قيرين تهي وسليد عروس ومركة للشيلو لاستعمال أيو في نيويورك مقالة نيويورك إمسو قاري برميلكو أما أنهن في وسط أربعة كم ستخفض كم ستخفض شركة توتال سعر الوقود إمسى كدنت كم إمسى تخف ستخفض وقدم إسا وهو صدق إسا شركة توتال شركة توتال إلى هذا سعر الوقود سعر كشدارك إمسى هو صدق إسا كم إسا واش مكاد نجيسته خبر كبوك لورت نجيسه أيات قرنا طبعا وكويدينيو خمسة ماذا ستفعل ستفعل ألمانيا شرب الكسم حويلية أو أرمها إسلام حوص مينية وهو عجلة كجلة ستة متى يرتفع سعر النفط قرم وقرقع يا سعر سليد يشدال تكلم يمكن هذا البوكوري تدريب واحد وليس كوبات ناقش كلاش يا كيس أو كلا ضوط الموضوع أرنكا التالية صوص عضا مع فريق كوح مثل ملاك صاحب ضاء نشاط جماعي وشغل كوح قبنا يسو محل جد دولية من فوائد الكهرباء فائدة لا يدرك ولا هي في حياة الإنسان قفك بناء آدم كأمضتك نرشيسة محول الله يركو كارنتوك كتيرة ويقول ترى ما أنت فوائدها لغو قبو لبسه كوبي كرو تدريب تاني ناقش كلا الضوط وكلا شاكيسو الموضوع عيني لبدا الرموت التاليين إيصو صعودة إنه قد سو فوضله مع فريق كوح كلا شاكيسو من زملائك صاحب ضاء نشاط الفريق مكانا كوح باقا قبان إيسا استهلاك الماء استعمال كبيها لا استعمال أرنتو دبال كلا هذا هو حسنو يدية استهلاك الكهرباء هي استعمال الضبكة هي الليركة كرشة كيسو مارتي كوح أردنين وحسكو ويدية تهيئة تنوى الديار قرين فكر واحد كفر ستا في الإجابتين كي جوابتو عن الأسئلة التالية سؤالها صوص عضا واحد سؤالك ودحوي ما أهم أنواع الطاقة تمرت الاستعماله كوغم يمسن وامحي اثنين ما أهم المناطق وامحي ما لها يقوبها وغم يمسن وقيمها بضن التي قوبها سيوجد فيها النفط لقيها سريدة لقيها له هل في وغم يمسن ثلاثة ما أكثر الدول محي دولتها وغفر بضن إنتاجا صوصارك للنفط السريدة كوغو بضن ستة ما أكثر الدول
waa maxay dawladaha ugu badan istihlaakan isticmaalka nafta dadka dawladaha aad u isticmaala shidaalka ugu badan waayo ama yaani saliida limaada maxay ugu bateen kuwa isticmaala hadaba aan naftu baan ka hadlaynaa waxa la yiraahdo saliida kala duwan ee noocyada badan leh aan naftu saliidu min ahami tharawaat waxaa ka mid ah waxyaabaha barwaaqada dhaqaalaha ah ee ugu muhiimsan oo dabeecadda ee Ilaahay abuuray ee fil caalam adduunkan ka jira lidaalka saa daraadeed yacuuddu waxay ku tiriyaan bacdu naas dadka qaar baa ku tiriya oo ka soo qaada oo yidhaahda waxay yidhaahdaan adhahab alaswad dahabka madow baa la yidhaahdaa sidaalka dahabka madow wa yacuuddu waxay ku tiriyaan aakharuna mid kalena shirayaan alxayaad waxay yidhaahdaan bahal bowlaha nolosha weeye saliidu waa halbowlaha ama waa xididka sarayaanku waa xididka dhiiggu maro waa halbowlaha ee nolosha yidhaahdaan maxaa yeelay ana sayaaraati baabuurta washaaxinaati baabuurta oo ina xamuulka ah kuwa xamuulka ah ee tareelayaashii kuwa waaweyn walqadaaraati tareenada laftooda wasufuri maraakiibta wadaa'iraati iyo dayuuradaho tactamidu waxay ku tiirsan yihiin calayhi saliiday ku tiirsan yihiin haddaan la helin wax dhaqaaqaya ma jiro haddii la waayo dhammaan way istaagayaan haddii saliid iminka la waayo layrkan wuu bakteeyaa gaari walaalkiisu istaagayaa muxuu ahaa raadiyo kasta halkiisu ku bakteeyaa biyo halkaa lagu waayayaa waxay isu socolayaa ma jiraan waxoo dhan waxa ku shaqaynayaan dhammaan waxaa sidaal bay ku shaqaynayaan kala wada duwan wuxuu dabeedna yidhi kama ana alkahraba salayrka alladii layrka tustakhdamu loo adeegsado filbiyuuti guryaha ama kaawid ha noqoto ama layr ha noqoto ama qasaalad ha noqoto ama ta cuntada lagu kariyo ha noqoto qaybaha kala duwan ee loo adeegsado layrka iyo amaakina kasiratin meelo fara badan oo xafiisyadaya oo layrka yacni lagu isticmaalayo iyo xataa warshadaha iyo ukhraa kaloon guryaha ahayn tuuqadu minhu waxaa laga soo qaadaa shidaalka shidaal baa dhaliya iftiinkan oo haddii shidaalka la waayo kahraba shaqaynaysaa dee ma jirto wayuwafiru wuxuu diyaariyaa anifdu saliid waxay diyaarisaa nisfa daaqa tamarta kala barkeed alatii yastahliku alinsaan tamarta uu isticmaalo ee awoodaha tamareed ee bini aadamku isticmaalo kala bar marka loo qaybiyo qaybi waa saliidda kasoo baxdaa qaybo kalena way jiraan oo aan saliid ahayn oo waxaa kana soolartan waxaan la yidhaahdo dabaysha qaar laga sameeyaa kuleyl cagaar cadeeda laga sameeyaa waxyaabo badan oo jira qaar bukhaarkii uumiga laga sameeyo dhuxul dhagaxda laga sameeyaa way badan yihiin tamaruhu laakiin kala badh waxaa soo saara saliidda soo saarta qaar biyaha laga dhaliyaa korontada qaarkood oo loo isticmaalaa waxyaabo kaloo tamar dhalin kara way jiraan laakiin kala badh waa saliidda tactamidu hadda waxay ku tiirsan yihiin mucdama duwali dawladaha intooda badan asinaaciyati ee warshadaha lihi waxay ku tiirsan yihiin warshadahoodu ku shaqeeyaan iyo dalkooduba cala nafti saliidda ku shaqeeyaan watastakhdimu waxay u adeegsadaan saliidda fii ashyaa kahiira waxyaabo fara badan ayay saliidda kaga faa'iidaystaan minhaa waxaa ka mid a istikhdaamu waxay u adeegsadaan waguudan shidaal lilmarkabaad markabyada iyo waxaan gaadiidka ayay u adeegsadaan waistikhdaamuhu waxaa kula adeegsadaan fii sanaacati lmansuujaad dharka la samaynayo waxaa loo sameeyaa shidaalkaa laga sameeyaa wa mustaxdaraati tajmiil waxyaabaha dadku isku qurxiyana shidaalkaa laga soo saaraa qaar badan oo ka mid a walmunadifaat waxyaabaha wax lagu nadiifiyo ee maaragtay lagu nadiifiyo maaragtay meelaha nadaafada u baahan waad aragtay markaa si kaleba haddaad u eegto naafto waa inaa ku shubnaa meelahan oo kale waxyaabaha marka la nadiifinayo la isticmaalayo wax lagu nadiifiyana iyagaa saliidda laga soo saaraa wasajaad xataa roogagaa laga sameeyaa qaarkood ayaa laga sameeyaa shidaalka walblastik waxyaabaha caaga ah oo badan badan waxaa laga sameeyaa shidaalka walasmida xataa waxyaabaha laa bacriminta ee lagu nafaqeeyo beeraha iyo dhulka ayaa laga soo saaraa wa mi-aati lmuntijaati waxaa kaloo jira boqolaal kale oo laga soo saaro shidaalka alukhraa kale oo aynaan imanka sheegin haddaba wayuxaawil waxay isku dayayaan alculamaau dadka aqoonyahanka cilmiga sayniska yaqaanaa albaxta inay daydayaan oo ay baadhaan can badiilin wax bedela aakhare oo kale linafti saliidda adduunyada ay maanta ku tiirsan tahay wax lagaga maarmo ayaa cilmi baadhisteedu socdaa oo la leeyahy waa saliiddani way dhammaanaysaa ee maxaa lagaga maarmi karaa fikirkaasa adduunyada ka socda walaakin yabduu waxay u muuqataa buu yidhi
أن البحث علم بارد على الدور يسريد إلى مارمو أو واحد كلا أو هل كيد بحية اللي هلو سيستغرق واحد قادم دونتا وقتا طويلا وقت دير واحد أي قادم دونتا إن اللي هلو شيء هل كيد سريد كلا أو سريد إلى مارمو يوجد واحد اللي هلا النفط واحد اللي هلا سريد في كثير من فربضا ومن الدول الدولتها الدنيا دا كمدا أي الشدال يسريد لي ويقال واحد اللي هلا إن احتياط النفط شدالك كيدك أه في العالم الدنيا ده إنه كنا له كتيرة وهل هذا يصير وحجارية إلى نحو 900 مليار برميل إلى سجال بقول أو بليون أو فوستو مثلاً أنا نحن سجال بقول أو بليون أو فوستو أو كيد أه أي الدنيا ده كتيرة أو شدالة مثلاً شدالة نحن ومن أهم المناطق هذا بقوبها وقوب مهمسن التي قوبها سو يوجد لغيهلو فيها قوبها النفط السريد يشدالك وحييهين دول الخليج العربي العربية دولتها كوية لقعنك عربية أي أقوب مهمسن وبها دولتها وحا كترة نحو 660 مليار برميل يحبقون يلحدا بليين أو برميل وشداله كيدا أي خليج كوتشر بود، وفي السعودية ذلك السعودي قال إلى هذا قارها وحكوتشر نحو خمس نحو خمس احتياط العالم سريد كيد كأ الدنيا أرنم سمر خلاق قيبيو ميل بس السعودي كوتشر، فهذا كم معنيه ده بقول كيف الله باتن سريد الدنيا أرنمي السعودي كوتشر، وفي الإمارات ذلك الإمارات العربية. العربية المتحدة إمارات كعربين إيه مدوبي وإيران ذلك إيران ليلا والعراق ذلك العراق ليلا والكويت ذلك الكويت ليلا أولو يسوى ذي جينا نحو عشر احتياط العالم الدنيا ذا كيد كسرية كتيرة بقول كيبة طبعا أي كتيرة انت صورنا مركز سعودية أي كسر الله بالله ما هي ضمان إمارات كعراق كويت إيران أنت كُتِرْتَ أنت سعودية كُتِرْتَ سعودية كلها والله ما يوم والنفط هذا بس ليدو محدود وواحد ترسم أو كابن في العالم الكادو يضل الأجو وسينتهي ورمان دون تسرير داسي يشدار كاسي في يوم من الأيام مال المعلومة كمل يشدار كادو يضو خرمان دونه وقتها إنه قطبة ولذلك سعد الأدين يجيب واحد واجب على الأفراد أشخاص توحة واجبة قف كستبا يعنيه أفراد نقل يا هذا قف كستبا waxa waajib ku ah wadawli dawladaha waxa waajib ku ah qudhooda al muhaafadatu alayhi in la ilaaliyo sidaalka in la ilaaliyo ayaa ku waajib ah isaaab hadaba waa macnahi la fahmo aan ka soo sheekeynay tadriib waahid baa waxa dhigta calaamada sawaab calaamada saxda dhig oo calaamada khata ama ta khaladka adhig tuma saxii khata waxa khaladka adigu marka wixii khalada أضغ مركاسة واحد النفط شدالكو أهم الثروات ووحي أبها نقالها إيهو مهمسن الطبيعية إلهي أبوري في العالم الدنيا نحن يعني الله كو أبوري وصحتاس اثنين الكهرباء ليركا التي ليركا نستخدمها أن أذير سنة نخش قيسانو توخذوا حلقة سوقا من النفط السليدة يشتالك لك كينا وسقط عليها تازين وصح ثلاثة احتياط النفط يعني سليدة كيد كأ في العالم الدنيا تعالى و 900 مليون برميل و 900 بقول أو مليون مليون أو برميل تازوا غلط و 900 بقول أو بليون أو برميل ويان ما هم مليون و بليون أربعة في السعودية السعودية وحا كتيرة معظم احتياط العالم ومن النفط سليد كيد كأنت أقوب بدني سعودي كشرته سليم كعبري بقول كي بالله بعثنا سليد كيد كسعودي يقول كشرة خمسة يستعملوا وحلا استعملوا استعمالا النفط سليدة في مستحضرات التجميل ديارنتها وحيابها يستعملنتها وحلا يسكو قرحيو تاسنا واصح تدريب تاري أجيبك الجواب باختصار سكوبن عما يلي وحن صوت صعودا سكوبا نقول جواب واحد من أين يأخذ الإنسان تدكو هكو كهلا معظم الطاقة أود انتهي دبضا
التي أود يستخدمها وأذيكسده في أي شيء هل كو كهلا انت بضن يعني وحيابه أذيكسده هل كو انت بضن كهلا هل كو انت بضن كهلا وكو كهلا شدالك انت بضن أيو كرسو أيو أودا كهلا يعني وأذيكسن أيو تمرت تمرت وكو كهلا انت بضن شدالك اثنين في أي شيء يستعمل الإنسان هو استعماله تدكو النفط السريدة والله استعمال التمر وكربون تمر تعالمك يدك صوب هذا ثلاثة من الدول ومحيط دولتها التي دولتها صو فيها يدو كتر عشر احتياط العار يعني من النفط سريدة كيد يدو يدو كتر بقول كيبا طبعا دولتها كتر وأيو وإماراتك وحوي إيران العراق الكويت أفرتها دولتها waxa ku jira boqolkiiba talaata ma adduul waa maxay dawladaha alaati fiha usru ihtiyadii caalam uu ku jiro marka loo qaybiyo 10 meelood meel mina nafti saliida kaydka ah dawladaha boqolkiiba 10 ku jira waa ayo waxayna waa imaaraadka iyo iraq iyo iran iyo kuwait afarta dawladood ayaa boqolkiiba 10 kaydka ayuu ku jiraa arbaca ma dawladdu waa maxay dawladda kaliya alaatii taas oo fiha uu ku jiro khumus ihtiyadii caalam marka shan loo qaybiyo kaydka caalamka ee mina nafti sidaalka oo boqolkiiba 20 waa suuudiga khamsa ma ahamu mandiqatin waa maxay goobta ugu muhiimsan iyo gobolka ugu muhiimsan ee yujadu fiha laga helo naftu saliidaba waa mandiqatul khaliij al arabi ayaa ka khaliijka ugu muhiimsan mufradaat waa arayo tadriib waahid waxa weeye layliska koobaad si isku xireeri beelal kelimadeen labada kelmadood alaatin labada kelmadood ee taatiyani ma wada socda isla doono ee labada qaybood kala jira wasaacmin waa marka waxaad u adeegsataa marka su keentay iyaga fi jumlatin jumla ku darabad oo wada socda min insaayka adu aad curiso oo adu aad leedahay maxay kale yihiin sinaacatu balka ku qoran waxa lagu daraya sinaacatu mansuujat samaynta waxyaabaha la tolosa dharka oo kale halka ihtiyaad baa ku qoran waa kayd ihtiyaadu nafta walana saliida kaydka ah iyo shidaalka kaydka ah adhabu baa halka ku qoran adhabu aswad waxa lagu daraysaa dahab ka madow oo saliida ah shirayaan baa halka ku qoran ama shirayaan shirayaan oo amahay halbowle waxa la markaa shirayaan xayaat halbowlaha nolosha weeyaan shidaal halka waxa ku qoran alaajiza الأجهزة الكهربائية ولا نه، وقربك لا يركبوا شقية، مستحضرات فارقة قرن وحياة بها لقى سماية، وما هي مستحضرات التجميل، سماين تو حلاس كو قرحيو، وحاصل أنت سايس هو جيس ده بينما لوا ولا ولا صعدوا تجميل ده دو خطر هذا وقال لي رهاي، إما تدريب تاني لا يلس كلامات ابحث كبار عن الكلمات الرياضة التالية تصوص عطا في معجم في معجم أريبحية عربيا عربي أو قاموسا ثم سجل معانيها معاني يوغي دقر الوقود والشدالكي الضاقة والتمرتة المنسوجات ووحل الطلو يوفر وحو الدياريا السفن ومراكبتها كوا كبار تنوى مراجعة نحوية وادبو غرنقشو ايو ديبو ايجيس حق النحو ده هل تتذكر ما حصوصانتها هذه القواعد القاعدين كرمية الحصوصانتها فاوحا دكتا مثالا تصالي مناسبا كوها بون مكان النقطة ما لها دبيع دبيع دلا دقي waxa qortaa tusaale ku haboon aad darf baalka la qoray darf wuxuu qaybsamaa darf zaman iyo darf makan darf zamanka waxa uu noqday laylun yawmun baa kamida habeen iyo maalinta kamida darf makanka waxa kamida yaani fawq taht amaan xagga sare xagga hoose xagga kuwaas oo kala kamida asbaal khamsa waxa weeyaan abuuka akhuuka xamuuka fuuka duu maalin kuwaas oo kamida tamyizul adad kana weeye waa tamyizga adaya tirada ka adaya mufrad mansub iyo majrur buu kala baxaa مفروض يحوك ربها محي منصوب يا مجرور منصوب قوها كمدا أحد عشر با كمدا أحد عشر كوكبا تسعة عشر نعجة كواسا كمدا مجرور كمحا كمدا مئة رجل ألف رجل كواسا كمدا جمع المجرور أي يسوق رجل أو يسوقنا أي نصومرنا جمع يسوق أهو هوصبا أنا فعال خمسة أفعال شنطة مضارع متصل بي ومحل افعال خمسه محل الاسل جيز افعال خمسه وحا وهي مضارع متصل بالف اثنين فاعل كيس بالف اثنين ضميره
oo la xiriirsan duwaawul jamaa ama wiijamaa ama biyaa muqaadaba gabadha la hadlayay yaada tilmaanta saddexaas haday la xiriiraan oo muficilka mudaree afaal khamsa noqda afaal khamsa kalma jiro waa ficil mudaree oo faacilkiisu yahay alif alif tanayna ama waawul jamaa ama yaa muqaadaba marka waxa la oranaya antuma yaani taqumaani labadiinan baa istaagaya huma yaktubani labadooda qoraya antum su'aalka kuma qoran antum ta'lamun idinku waad garanaysaan hum soomaa hum yafhamun way fahmayaan badalka ku qoraysa anti taktubin adu waad qoraysa waa saaso kale al munada yaa ma ka hadlayna mansub u qaysama iyo mabni calaama yarfacu bihi mid waa la kordhaba midna waxa lagu bineeyaa wixii lagu gudi jiray hadaba ka mansubki muxuu qaybsan yahay مضاف ومنادى مضافة هي نكرة غير مقصودة من ذكراء ومقع قودة ونقف كارا لوجتشيدن يا رجلا خذ بيدي مركو إلى أنك إلى عليه من وقع عن طيقبو من قارو ولا متشيدو فجر ونكره ومقع عن عد قارو الحين لكن قف كارا عن لو يستعملين هذا تتر هذا يا رجل ننكو ومقع قود ونقف كارا دويريسو ونكر مقصودة ولا إلى عالم المدوى عالم كل قديم عالم المدوى عالم وزيدو يا زيدو زيدو بس يا زيدو زيدو نكرة المقصودة هي نكرة قفل ولا تشدو يا رجل ننكو أنا سامركا وامركا ننكا على الله خلص مجا عقود ونكرة وقف قار لوجيريو نكرة غير مقصودة ومجا عقود ونقف قار لوجيرين للي هي يا مسلم صلي وانك مسلم وتكو ننكا على بركة لو متشدو مضاف روح ويا عبد الرحمن وكله أو مارت لوجيريو أزمة النفط حطبة وحنا ما كسر كاننا لبعت ذاك التاجن حاجة سليدة amma sidalk hasan kale la baayri tajaddadat waxa soo cusboonaatay oo bilaabantay azmatu nafti dibaatadii iyo maartay dibti ka taagnay xagga sidalk maratan ukhra marka loo hadana dib cusboonaaday hada caam sanadkan imka aan joogno mar labaad mu dib ayo bilaabatay dibaatadaas cinaad baayri waqafasad waxa kor u booday qafasad waxa cirka isku shareeray oo booday asaaru waqood sicir hadii iyo qiimihi sidalk min jadiidin مر عصب هدي بيمك وجودين وأصبح المعروض وهو نقضي وح على صور دقة إلا كير ومنه سديد كم ذي قليلا وح يربع مخلا صور دقة على قصص ما في محطات الوقود قابها الشدالك وهو يروح المخلا هذا ما رتي كلمها كلمها الشدالك راح لمحطات الوقود كلمها الشدالك أنت القصص ما إمك وأير aya la keenay gabi gamay shaba waa istaalka bacar ka isku sareeray oo qiimihiisa abatay oo dhibaatadiisa mar labaad curatay hasan baayri ana anigu la astaqdimu ma baad eegsado ma baka haysta sayaaratay baabuurkayga alaana imka waad hab uun taga ila shirkati shirkada markaan u shaqo tagayo bil xafilada baska ba raacay imka oo waa iska joojiyeba gaariga gaarka aan watay gabigiisa gaarigeeyay amaad baayri ما أسباب أزمة النفط ورني هورتا صوابها نباتها شدالك كتاغني محا أصوابها فاشن شدالك نبتا بضن نبتا دا محاك هنا عناد أوحوري ما حسان بايري هناك خلاف هل خلاف باك تاغن شدالك خلاف باك تاغن يا اسمها يستا بين الدول دولدها الصناعية ورشدها لي يو بين الدول دولها دولدها المنتجة صوصارة للنفط سليدة قوة سايسة يستا دولدها انت بضان استعمال سليدة وانت بضان قاطوها دولدها ورشدها لي دولدها هرم مري ورشدها لباشدها لك انتي سو بضان قاطوها قوة ايو وحيسة يستا قوة بالكو دلقة صوصارة سليدة ايام مرنكد احتاجي هكا سيدي باتوتك بالعبانتا تبادينا عماد باري لماذا تختلف تلك الدول لماذا ما حي تختلف اسكوها يستان تلك قوة الدول دولدها ايه waxaanay ku murmayaan maxaa la yiraahdaa xasan baa wuxuu yiri wuxuu irtidacay waxay sheegaysay ku doodayaan waxay ku doodayaan adduwalu dawladaha asnaaciyada warshadaha leh ee shidaalka isticmaala ee iibsada waxay ku doodayaan ana dawladda dawladaha almuntijata soo saarta le nafta shidaalka ee laga iibsada tarfacoona kor u qaadeen ay qaaliyeenayaan arasaar sicirada inay qaaliyeenayaan waxay leeyeen dawladaha shidaalka soo saara sicir qaali ah inay iibinayaan ay ku warshad leedahay yiraahdaan وتقول وحي ليهن الدول المنتجة كوا صوصارة للنفط الشدالك كوا صوصارة أنا وحي ليهن إن الدول الدولة لها الصناعية ورش الليل الشدالك استعمالا تفرض وحي كوا واجبين ضرائب عشورة عالية تنصر أو قارية على وقود الشدالك والدولة له الشدالك دولة لها سوء يبسده الشركة لها سوء يبسده
warshadale ama waxay doonta leh shirkadaha soo qaata shirkadaha dalalka ay ku yaalaan markii soo galay shidaalku dawladda cashuur ka qaadaysa dawladda waxay leeyeen ku warshadaha leh dawladahan shidaalka loo dhoofiyo ayaa cashuur adag saara dawladda halkaas uu shidaalku ka qaliyoobay kuwan warshadaha waxay leeyeen kuwana lacag qaliyeen ee iibinaya murankaasaa taagan buu عماد وحل وما ذنب الذين هذا الذنب يقولون وام حي كوا يعيشون كوا النول في الدول الفقيرة دولها هذا فقير كا كوا النولي كوا كوا النولي دقن عقاب تقول عضي يقولوا يكون عقابي الذنب يقول وام حي يقرا كوا رم حي محلق يجي محي قالين كواس ليس لديهم صناعات ورشة مرة يوح صوصار صناعات ورش أرابع السمائيان مشرتو أو يبيعونها يبينيان وحكيها لان ولا نفتم sidaalna male kuwa fuqaradii dowladaha faqiirkii yistiruuna way dhoofiyaan sidaal ay dadku dhoofiyaan ma hayaan warshado wax soo saaro waxay soo saareen la iibsadana ma hayaan marka hadaba kuwaasina maxay dambi galeen xasan baa wuxuu yiri tufakir waxay ka fikiraan dowladaha asnaaciyada warshadeedahay fi shucubaha dadkood ma ka fikiraan faqad oo kaliya walaanu tufakiru fiina deena ma fikiriyaan inaga deen dowlad faqiirnahay cid wal ino haysa inaga ma jirto dadka dowladuhu dalkooda ka fikirayaan warshadaha leh ee uma fikiraan kuwa fuqarada ayaa dadka muraad kama tan kama saarade oo cid ismu weydiiso cimaad baa la cajab la yaab male fi dalika arintaas wax la yaab ma wax la yaab ma hada galkooda u fikirayaan fanaaxno inagu duwal dowladayn nahay faqiiratun faqira oo waxba haysan xasan baa wuxuu yiri kaan allah fi aunil fuqara ilaahay dadka fuqarada iyo dowladaha faqriga allah u gargaaro wax kale ma haya ilaahay gargaarkiisa ayaan u bareyna استيعاب تروى معنى يقول فهمه تدريب واحد ليس ككوبات ضع واحد اكتع علامة الصواب علامة الصحبة او خطأ مع علامة خلط كسار هذا لو صوص عضا ثم صحح الخطأ وهي خطأ امرك اضغو صح الصواب وهي صحا حقا كوقر وحقا واحد كوقر يسا كلمة دا جملة دا صحبة دا هذا لك صحبة سيسا دقوري كاد غلطين قلط بات صاري كي صحبة اها اذا قلط كان كوبة دشينة حقا نات كوقري مركا واحد في محطات الوقود kaalmaha shidaalka waxa yaala oo la keenay kafir mina nafti shidaal farbadan taas waa qalad uu yaraaday baynu nidi waa sicirki ba kacay oo uu qaliyoobay itniin xasan la yadhabu ila shirkati bi siyarati xasan kuma taga shirkadu u shaqeeyo baabuurkiisa basku raaca taasina waa sax talaata hunaka khilaafun halka waxa ka taagan oo ka oogan khilaaf iyo muran iyo xasarad bayna dowlad dowladaha asnaaciyad warshadaha leh wa dowli almuntajati linafti iyo dowladaha soo saara sidiliida taasina waa sax wala saxaya arbaa adwalu sinaaciyatu dowladaha warshadaha leh muntajati linafti iyaga soo saara shidaalka taasi waxa asan ku soo marnay waa qalad way jiraan dowlado yacni shidaalna leh warshadana leh mareykanka kamida oo ruushka kamida way jiraan haddana se asan soo marnay qaarna sidiliida soo saaraan qaarna shidaalka warshadaha leh mid labadaba lehina way jirtaa khamsa adwal muntajatu linafti dowladaha soo saara saliidu tafridu daraa'iba cala nafti waxay ka qaadaan cashuur bay ka qaadaan saliida taasi waa qalad oo waxa weeye dowladaha warshadaha leh loo dhoofiyo ayaa cashuura markay dalkooda soo gasha saliidu tadriib taani layliska labaad ajibka jawaab biikhtisaari si kooban camaa yeli waxa soo socda limaada tartaficu maxay kor ugu kacaan ascaaru lwaquud shidaalka qiimihiisu muxuu kor ugu kacaa yacni waxa aynu soo sheegnay lilikhtilaaf bayna duwali asnaaciyati waduwali almuntajati linaft khilaafka ka dhexeeya ayaa u sababa buu yihi itniin ma sababu fii azmati nafti sababta ay ka dhalata dhibaatada shidaalka iyo murankiisa iyo qiimihiisa iyo waxaan waa maxay waa ta horeynu soo sheegnay un talaata maadaa taquulu duwali sinaaciyatu maxay leeyihiin dowladaha warshadaha leh maxay leeyihiin waxay leeyihiin تقول الدول الصناعية أن الدول المنتجة للنفط ترفع أسعار النفط وعكر قاضية شدال قيمي الدولة ده صوص على يبيعون لين ماذا تقول الدول المنتجة للنفط كل صلاة السليد صوص على نمح لين وعليهن الدول الصناعية تفرض ضرائب على النفط ضرائب عالية على النفط وعكر قاضان دولة ده ورشدها له عشر قاضية بيلين يقول الشدال خمسة هل عماد وحسان يعيشان موحي كنو ليهن لبضانين في دولة صناعية من دولة ورشد لبي كنو ليهن ورشد له وهرمرتي أو في دولة المنتجة للنفط مسوحة كنو ليهن
dowlad sidaalka soo saarta labada midna kuma noola dowlad faqiir bay ku nool yihiin mufradaad waa eray tadriib waahid silisuge isku xidhiir xariiq isugu xidh beelalka labadeen labada eray alaateen labada eray taatiyaan macaan wada socda wastaacmilhuma dibadna wadeegso fi jumlatin jumla minna shaaka adwaad curiso labadan layn ee halkan kuugu qoran ee iyada labadan liis laba ereyba gaar bay isugu xidhiin laba ereyba isla doono dowladda isu geeyso jumlad adigu aad leedahay geli waxaa kale tafriidu baa halkaa ku qoran ee kada waxay ku waajibisaa maxaa la doonaysaa taas waa u horeysa laynka laynkana maxaa u dambeeya daraa'iba cashuuray ku waajibiyaan duwal baa halkaa ku qoran maxaa markaa ku daraysaa duwalu nifti baa la doonaysaa dowladaha soo saara sidaalka hadda maxaa ku qoran daraa'ib haddana waa cashuur maxaa la doonaysaa caaliya cashuur sare yacni cashuur qaali ah maxadaad baa halka qoran waa kaalmaha maxaa la doonaysaa alwaquud maxadaat alwaquud kaalmaha sidaalka taqfis way booday soo maaha halkee la doonaysaa alasacaar wax ceeska isku sareeray secradii saliida tastiir baa halkaa ku qoran halkaa duwal aynu ma duwal nafti baynu nidhi taasi waxa weeye waa la saxayaa waxaan odhanaya duwalin baa inoo qoran muntijatun dowlado soo saara sidaalka tastiir imkale waa dhoofintii taasi aynu ku daraynaa maxay tastiiru nafti dhoofinta sidaalka tadriibtaani laylaska labaad imla buuxi alfaraaqa meesha bannaan bilkelimati lmunaasiba kelmad ku haboon ku buuxi min cindika adigu aad samaysay maxaa ku qoran halkan xadaha waxa dhacay beyla dowlateyni labada dowlad dhexdooda waxa ka dhacay limaada asadiiqaan maxay labada saaxiib haada thow maradan bayna suuratayni labada sawir dhexdooda kasiiratu wax farabadan man alhaatif ayo telefoonka fi lmadiinati kasiiratu magaalada dhexdeeda wax badan mid walba ereba ka maqan ku haboon adigu ku buuxo yacmalu akhi wuxuu ka shaqeeyaa fi alijisati alkarabaya qalabka yani laydhka hal fi baladika raa ziraacatun aw dalkaaga miyay ka jirtaa ziraacatun ma ka jirtaa beere ma ka jiraan aw halkaa maxaa ku qoran aw sinaacatu baad odhan kartaa oo lagu buuxin kartaa saasoo kale u buuxo ama warshada ma ka jiraan aswaat waa codod muraajaca waxa weeye dib ugu noqosho hal tatadakar ma xasuusan tahay alfarqa kala duwanaanta u dhaxaysa bayna nutqi sawt marka lagu dhawaaqo codka almulawan ka midab kale soo halkaa maaragtay inuu ku qoray khad cas kaamil xarafka cas fii qaa'imati alif ee ku jira liiska alifka iyo bayna nutqi marka lagu dhawaaqo oo isna muxuu ku jiraa fii qaa'imati ba liiska ba'da qaybta xagga ba'd ma kala duwan yahay labada cibaaro indiq ku hadal indiqil cibaaratayn labada hadalba ku dhawaaq almutaqaabilatayn iska soo horjeeda labadaba ku dhawaaq wamayis baynahumaa dabeedna kala soc maxay kala duwan yihiin waaxid hadoo fiirso min allaahi iyo can illaahi soo laba eray ma kala ahaa labada eray midna laamku waa mufaham xaggii tajwiidka midna waa muraqaq taasi kala duwan itniin raqaba waa luqunta riqaab luqumaha tusaalahan ka soo qaad marka wa raqaba raad waa mufahama ka dambana tan dambana waa muraqaqa qad dakhala way uu galay iyo qad qalaba uu ka adkaaday labada hadduu kala fiirso maxay kala duwan yihiin kaa hore idqaan baa ku jira labada daal kana idqaan ma laha arbaca waqad tabayana waxa caddaaday waqad qara'a uu akhriyey halkana idqaan baa ku jira halkana idqaan kuma jiro khamsa man yacmal man carafa qofka shaqeeya iyo qofka gartay u fiirso markaa taa idqaan baa ku jira oo nunka iyada lagu idqaamay kana waxba kuma jiraan amba waa warar naba-un warar maxaa kula duwayn mid waxaa ku jira qalbi baa ku jira oo nunkii oo laga dhigay miim ilan baaba ka daba dhacay waan u reeban yahay ka dambena waxba kuma jira waa caadi haddaba imika waa maxay mulaaxadatu naxwiyatun waa ufirsi xagga naxwaha ah iyo milicsi waa maxay kaasina wuxuu ku yidhi hal tatadakar miyaad xasuusan tahay haadihi alqawaacida qaacidoo kalen hore usoo marnay dac waxaa dhigtaa misaalan munaasiban misaal ku haboon makaana nuqadi meelaha dhibicda lagu qoray dhibicdada daadsan tusaale ku haboon ku qor alxaal baan halkaa kasoo qaadan karnaa oo tilmaanti ah yubayir wuxuu caddeeyaa hay-at alfaacili qaabku lahaa faacilku markuu shaqo qabanayay baa doo fiirso maxaa la odhanayaa jaa zaydun baa yimid raakiban xaal uu yahay maxay tilmaamaysaa markuu yimid tilmaantu lahaa haddaan dhahda raa maashiyan xaalu yahay isagoo oo lugaynaya waa la mid haddaan dhaha mulathaman xaalu yahay isagoo afka duubtay waa xaalo kale kolba wuxuu tilmaamayaa sifadu markuu yimid u lahaa waana faacilkii yubayin wuxuu caddeeyaa oo kale hay-at almafcuulibihi ka mafcuulibihiga ah ayaa hay-adiisa u caddeeyaa ee shaqa ku dhacday waxaad odhan kartaa laqiitu cabdillaahi cabdillaahi baan la kulmay raakiban xaal isagoo cabdillaahi ah marka waa mafcuulkii ama isagoo oo waxaad odhan kartaa
waxa la kulmay jaalisan xaal iyo isagoo fadhiya oo markii la kulmay siduu ahaa ee ama halisa darabto abdullahi baan garacay maktuufan xaal u yahay soo garba xiran oo figeysan marka waxa xaaladu ahaa markii la garacay taa waxa la yiraahdaa xaal waa rad sifo oo aan nacti ahayn qaabka shayga markii shaqo dhacaysay ayuu muujiyaa sifaduna waxa muujisaa sifo uu shaygu caadi ahaan u leeyahay tani laakiin waa sifo kumil gaara waa markii shaqo socotay shaqada markuu ay dhacaysay sifadu lahaa weey xaaladu ismu faacili kan waa ismiga faacil min athulaathi oo thulaathi ah iyo min ghayri thulaathi min aan thulaathi ba ahayn mise saddex xaraf ficilkiisu yahay iyo mise saddex xaraf ka badan ka thulaathiga waxaa ka mid ah daarim uu garacay fahim uu fahmaya naaim uu hurdaa kaatib uu qoraya kuwaas waa thulaathi ghayri thulaathiga waxaa ka mid ah mundaliq uu tegaya mustaqrij uu soo saaraya muctadilun waa mid dhexdhexaad waxyaabahaasoo kale waa ka mid alism baan imkana ka hadlaynaa ism wuxuu u qaybsamaa haddaba nakiratun magac aan la garanayn magac aan la garanayn waxaa looga jeedaa magaca guud oon qof gaari lahayn macnihiisa waa la garanayaa laakiin qofna gaaru ma leh rajulun baa ka mid a imra'atun gabar baa ka mid a waa magaca guud macrifatun iyo mid la garanayo muxuu kala baxaa isaguna caalamun ismi caana oo maxamed iyo axmed iyo kuwa iyo muxallan bil al mid alle alrajulu ninkii almaratu gabadhii alinsaanu qofkii ama dadkii iyo waxay albeytu gurigii iyo waxay lamidka ah wallahu aclam bisawaab wabilahi towfiiq